في محافظة مأرب شرقي اليمن تتواصل المواجهات بين المقاومة والجيش الوطني من جهة، ومن جهة ثانية في الجهة الغربية من المحافظة، حيث أفادت مصادر محلية أن الاشتباكات تجري في مناطق مجاورة لسد مأرب الذي سيطرت عليه المقاومة بشكل كامل الاثنين. وينضم إلينا من عدن مراسلنا نبيل اليوسفي. نبيل، هل اتضحت تفاصيل أكثر عن الزورق الإيراني المحمل بالأسلحة؟ وماذا عن تطورات الوضع الميداني في اليمن بشكل عام؟ نعم، هناك أولا بالنسبة لمدينة عدن هناك استعداد بعد أن علم أن هناك حوثيين قد يتقدموا من اتجاه منطقة كرش. كان هناك استعداد كذلك بالنسبة لخبر الزورق الذي ورد، كان هناك استعداد هنا للمقاومة الشعبية لمختلف الأسلحة المختلفة للتوجه إلى مضيق باب المندب، وكذلك للتوجه للمناطق التي يحاول الحوثيون أن يتقدموا منها. المواجهات على أشدها الآن في محافظة مأرب وبالذات حول منطقة السد التي سيطرت عليها المقاومة يوم أمس، وهناك اشتباكات عنيفة حيث أن هناك تعزيزات كبيرة جدا وصلت للحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح. بالمقابل كان هناك تعزيزات كذلك للمقاومة الشعبية هناك في محافظة مأرب، والاشتباكات لا زالت على أشدها الآن حول أو في محيط سد مأرب. طيران التحالف يشن الآن غاراته على مناطق مختلفة في محافظة تعز وبالذات في مناطق الوازعية. هناك انفجارات لمختلف الأسلحة حيث كان الحوثيون يخزنون مختلف الأسلحة في أحد المزارع في مناطق التابعة كذلك لمحافظة تعز. كذلك استهدف طيران التحالف بغاراته عدة مناطق مختلفة في المحافظة محاولة لصد الحوثيين الذين يحاولون الاستيلاء على المناطق التي سيطرت عليها المقاومة في وقت أبدت المقاومة استبسالا كبيرا، وخصوصا في وادي الضباب الذي سقط فيه عدد من القتلى والجرحى. والمواجهات لا زالت على أشدها حتى الآن، وهي من أكثر الجبهات التي اندلعت فيها القتال الشرس هذا اليوم حتى الآن. شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي، كنت معنا من عدن.